أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل مفهوم المخالفة يصح في الأخبار كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في السخط؟ حجب، نعم، لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. دليل المخالفة دليل صحيح، مفهوم المخالفة مفهوم صحيح، والاستدلال به صحيح إلا عند الحنفية. الحنفية لا يرون مفهوم المخالفة، أما الجمهور فيرون أنه حجة. نعم.